السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان الإنسان يصلي وهو في الصلاة عطس، هل يجوز أن يقول الحمد لله فريضة أو نافلة؟ نعم يجوز. والدليل في البخاري حديث معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابي جليس صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس فقال الحمد لله، سمعه النبي وما أنكر عليه، فقال إن هذه الصلاة للتحميد والتكبير والتسبيح. يعني يجوز تقول الحمد لله وأنت تصلي، فريضة أو نافلة، إمام أو مأموم. طيب الآن لو كنا في خطبة الجمعة، عطس الإنسان وكلنا يعلم أن في خطبة الجمعة ما يجوز الكلام، هل يقول الحمد لله؟ إذا يجوز في الصلاة في الخطبة من باب أولى. طيب خطبة الجمعة أقول حق واحد رحمكم الله ما يجوز الكلام في الخطبة، قول الحمد لله في الصلاة وفي الخطبة يجوز ولا حرج. طيب عطس وأنا في الصلاة أخرج منديل، لا حرج للضرورة، لا حرج إن شاء الله تعالى. لكن الإشكال هل يرفع صوته بالحمد أم يسر؟ الصحيح يكون صوته لا يكون فيه تشويش، إنما يسمع نفسه ومن كان بجانبه، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه.